بأمل يشوبه الحذر، تحدث القادة الأوروبيون عن انفراجة في العلاقة مع موسكو بعد توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعد لقاء جمع المستشار الألماني والرئيس الفرنسي بالرئيس الروسي في عاصمة روسيا البيضاء. كما بقيت المخاوف قائمة من انتهاء الاتفاق الجديد إلى ما آل إليه اتفاق سابق لم ينجح في دعم استقرار أوكرانيا. Il y a aussi la responsabilité de ceux qui ont signé et la responsabilité des pays qui ont été particulièrement mobilisés ces dernières heures. Donc nous sommes dans un moment qui est crucial, celui où un accord a été obtenu. Je crois que c'est une lueur et plus qu'une lueur d'espoir, et en même temps un moment où tout peut encore se décider dans un sens ou dans un autre, et les prochaines heures seront déterminantes. Mais même au-delà de ces prochains jours, il sera très important, et c'est le sens aussi de ce Conseil européen, que nous puissions continuer à exercer la pression nécessaire, la vigilance indispensable pour qu'il y ait la paix en Ukraine. Mais lorsque nous avons déjà engagé ce processus, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Merci. القادة الأوروبيون لوحوا بإمكانية العودة لفرض مزيد من العقوبات بشقيها الفردي والاقتصادي إن لم تلتزم موسكو بالتزامات يفترض أن تحافظ على وحدة واستقرار أوكرانيا. كما أرجأ الأوروبيون اتخاذ قرارات مهمة إلى القمة القادمة في مارس المقبل بعد مراقبة تنفيذ الاتفاق على الأرض خلال مرحلة وصفت بالحاسمة. Of solution is the control of the borders was not agreed and was not solved. That means that the border is open for any military entrance, any again military equipment entrance. That means that solution is absolutely weak, and we will see in years days how at least this one, this partial agreement will be implemented. لم تتفق الدول الأوروبية على تبني سياسة واحدة صوب تسليح أوكرانيا كي لا تتسبب هذه الخطوة في إشعال الوضع، وترك قرار التسليح لكل دولة بمعزل عن مظلة الاتحاد الأوروبي، سيما وأن العقوبات السابقة أثبتت نجاحاً ويمكن تطويرها إن لم تلتزم روسيا. بعد سلسلة عقوبات على روسيا، يبدو أن الأوروبيين لا يريدون مزيداً من التصعيد وغير مستعدين لفتح جبهات كثيرة مع تواصل الأزمات المالية وتصاعد الخطر الإرهابي، كما أن التغيرات العالمية السريعة تقيد الأوروبيين وتدفعهم لإعادة النظر في حساباتهم. من مقر انعقاد القمة الأوروبية، نور الهدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل.